مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة أمس تمكن المقاتل الداغستاني الروسي إسلام مخاشيف من الفوز والتغلب على البرازيلي تشارلز أوليفيرا صاحب أكبر عدد انتصارات بالإخضاع في تاريخ اليو اف سي، وليتوج إسلام بطلا جديدا للوزن الخفيف. فالمواجهة التي طال انتظارها ووصفت بالأضخم والأهم في تاريخ منظمة القتال الحر لليو اف سي منذ نزال حبيب نور محمدوف وغونور ماغنيغور في شهر أكتوبر 2018. فالمقاتل البرازيلي تشارلز أوليفيرا خاض النزال وهو يتوفر على سلسلة 11 انتصارا متتالي بدون هزيمة، وتفوق على 3 من المصنفين الخمس الأوائل خلال آخر سنة ونصف. أما المقاتل الداغستاني الروسي إسلام مخاشيف فهو يتوفر على 16 انتصارات متتالية بدون هزيمة، وتعود آخر هزيمة له في سنة 2015. فصراحة المواجهة ليلة أمس كانت مثيرة للاهتمام بسبب أسلوب كل مقاتل. البرازيلي تشارلز أوليفيرا يعتمد على الجوجيتسو البرازيلي، مما جعله يحقق رقم قياسي لعدد من الانتصارات بالإخضاع 16 انتصارا، كما أنه يحب التغلب على منافسي بالضربات القاضية في لكماته أمام إسلام القادم من السامبو، كما كان عليه الشأن حبيب نور محمدوف بطل العالم السابق للوزن، صديق ومرافق مدرب إسلام منذ اعتزاله في أكتوبر 2020. في إمارة أبو ظبي الإماراتية أصدر الستار أخيرا عن أمسية يو اف سي 280 بفوز إسلام مخاشيف على البرازيلي تشارلز أوليفيرا هذه المرة، والأكيد ربما لن تكون المواجهة الأخيرة بينهما. ستستمر النقاشات والمواجهات، خاصة النقاشات الإلكترونية بين جماهير إسلام مخاشيف وجماهير تشارلز أوليفيرا. فإسلام حاليا يتوفر على رصيد 23 انتصارا وهزيمة واحدة. وفي الأخير فإسلام مخاشيف هو حاليا بطل العالم الجديد في الوزن الخفيف للفنون القتالية لمنظمة يو اف سي، فهنيئا له بهذا الانتصار التاريخي. وقبل نهاية الفيديو، فإذا كنت من محبي الرياضة القتالية ورياضة الكيك بوكسين فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد، وشكرا على المشاهدة.